السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ يا رب إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم راح أتكلم في حب تلفلوب، هذا بمنطقة عندنا إحنا غافلين جدا عن تنظيفها، ممكن بنظفها ولكن مش دائما باستمرار. المنطقة هذه هي الدولاب اللي هو بيكون تحت المجلى أو تحت مرصة المواعين. الدولاب هذا أحيانا بيكون مأساة، أنا حاطة فيه بلاستيكات، حاطة فيه منظمات، حاطة فيه أدوات التنظيف والصابون، أشياء تتعلق بغسيل المواعين والملابس، تنظيف البيت، ولكن مش كفاية، لازم إنه نتفقد كل فترة، لأنه بيكون زي ما أنتم شايفين أنتم بكرامة يغبر، وبيكون كذا المنظفات أحيانا بنحطها وإحنا مستعجلين. فمن المناطق اللي بتحتاج مننا فعلا تنظيف كل فترة. طبعا أنا الحين راح أنظفه وراح أطلع كل الحاجات منه وأبتدي إن شاء الله تنظيفه. إيش عندي؟ عندي اللي هو طبعا البخاخ مع الفوطة، وطبعا هذا الشيء راح استخدمه في تنظيفه. وعندي كمان اللي هي طبعا ورق النشاف تبع المطبخ، هذا برضه. وعندي طبعا الكيس البلاستيك أو النايلون، بحيث إني أطلع كل الأغراض اللي منتهية وكل الأغراض اللي أنا ماني حابة أستخدمها خلاص انتهت يعني، وأبتدي أنظف معاكم وأرتب وتشوفوا معايا إن شاء الله كيف قبل هذا قبل، وحنشوف إن شاء الله بعد. المرحلة الأول كانت عندي هي مرحلة الكنيس، لازم الكنيس الدولاب أول مرة قبل ما أبدأ تنظيفه، قبل ما أبدأ تمسيح الأغراض وترصيصها فيه، قبل ما أبدأ الآن مسحه أول حاجة كنسته. طبعا كان في بقايا الملح تبع غسالة المواعين، غسالة الأواني، هذا هو الملح، هذا طبعا كان كذا عشان هو زي ما تشايفين كذا شكله زي الملح، فكان متنثر جوة الدولاب، والصابون طبعا وأشياء ثانية، فكنستوه. الآن إن شاء الله حبدأ بمرحلة التنظيف. طبعا أنا بنظف والله بشكل دوري، ولكن عشان تحت المغسلة هو عرضة دائما لأنه يتوسخ، لأنه كمان تحت الشباك فهو عرضة، لأنه طبعا مع الغبار مع المويات مع، وكمان هنا تسبيك غسالة المواعين، غسالة الأواني هي في هذا الجنب زي ما انتم شايفين، فهي لاصقة في المغسلة، فأحيانا برضو مع الموية مع يمكن يسرب شيء أو، فعشان كذا لازم ينكنس ويتمسح تمام الآن، وبعدين نبدأ نرتب فيه. هذا ما شاء الله تبارك الله شكله بعد المسح، ولكن البقع هذه اللي انتم شايفينها هذه بقع صدى، هذه مع الاسف البقع اللي الصفرة اللي مرة بتطلع هذه بقع صدى. طبعا انا جالسه افكر اني اجيب له مفرش ان شاء الله بعدين افرشه عشان يفضل نظيف، حافظ على نظافته، ولكن الان بما انه ما عندي مفرش راح ابدا ارتب طبعا ادوات التنظيف، راح ابدا امسح كل ادوات التنظيف وامسح المنظمات وابدا ارصصها هنا بشكل كويس، وخليكم معي وتشوفوا باذن الله. أنا عندي هنا منظم تركي كنت شريته في الثلاجة، ولكن أنا ما بحتاجه، ما احتجته في الثلاجة، فقررت إني أستغني عن هذا البديل وأرمي فيه الحاجات اللي ما أستخدمها أو الحاجات اللي خلاص انتهت مدتها، وأستبدل وأرصصها هنا. فمعايا طبعا منظم ثاني، الثاني نظيف ما في شيء، حنظفه، هذا قديم يعني وسخان ومكسور، فحستخدم هذا مع الثاني اللي كان من أول، راح أنظف الثاني وهذا أصلا نظيف، فراح أرصصهم الآن هنا في الدولاب وراح نشوف بإذن الله. طبعا هنا حطيت الأغراض في هذا المنظم، بس هو خلاص كذا امتلأ، حطيت فيه المنظفات والأغراض اللي أنا ما بحتاجها باستمرار، يعني زي الملح تبع أواني غسالة الأواني، هذا يعني إذا عبيتيها بتجلس 4-5 شهور ما بتحتاج تعبى. عزكم الله منظف المراحيض عشان عندي واحد قرب ينتهي، فهذا بعدته منظف الزجاجة، هذا عندي مقفول، عندي واحد بستخدمه
فخلاص خليت هذا بعيد. طبعا برضو ملمع الاواني اللي تحتاج غسالة الاواني هذا برضو بعدته. هذه الاشياء كلها اللي انا ماني محتاجتها راح ابعدها احطها في الاخير، بحيث اني ما احط الاشياء اللي نحتاجها في الاخير واجلس اضطر اني انط اخذها واخبط بقيه الحاجات. فكذا انا خلاص يعني عبيت المنظم اللي انا ماني محتاجه فيه اغراض كثيره، راح احطه هناك ورا ان شاء الله. نيجي للاغراض اللي انا محتاجتها دائما قريبه مني، وهذا المنظف اللي قلت لكم عليه راح انظفه وراح ارتبه وراح احطه هنا قدامها، بحيث انه هذه الاغراض اللي انا محتاجها اول باول تكون في متناول يدي. طبعا هذا بعد ما رتبته، هذا الصف الاول اهو، هذا المنظم الاول اللي هو قلت لكم فيه الاغراض اللي انا احتاجها، وورا هنا المنظم اللي هو فيه الحاجات اللي انا ما بحتاجها باستمرار. رصصتهم كذا جنب بعض وبقيت المساحه هذه خاليه، يعني هم برضهم صافين في بعض بس على الاقل صار اعرف احتياجاتي وصار الدولاب نظيف وصار يعني عندي مكان كمان هنا زايد اللي كنت حابة يعني أخزن حاجة فيه. هناك ورا حبيت أحط المكنسة والجاروف اللي هو تحت في الركن هذاك، لأنه طبعا هو عبارة عن مثلث صغير ما رح يشيل شيء، فقررت أني أحط فيه مكنسة وجاروف. فضل عندي هنا مناديل النشاف تبع المطبخ، وفضل عندي مناديل البيت رح أرتبها في هذه المساحة، وبكذا خلاص دولابي يكون ترتب وأصبح من أحسن ما يكون. ترى وهذا خلاص الشكل النهائي، خزنت ورا المناديل النشاف تبع المطبخ لاني ما احتاجها باستمرار. زي ما انتم شايفين اخذ منها حبه بحطها هنا في الرول تبع الرول هذا جنب البوتاجاز، خلاص بتكفيني فتره. وهنا قدام حطيت مناديل البيت اللي هي استخدام الدائم اليومي، وبكذا خلاص الدولاب اصبح اكتمل واصبح نظيف وخلاص الحمد لله. يعني حلو انك كل يوم كذا تمسكي جزء من المطبخ او جزء من البيت جزء من الدواليب، خلاص كذا تريحي نفسك ويصبح بيتك نظيف كله. ويا رب ان شاء الله تكونوا كذا اخذتم مني لو فائده واحده او استمتعتم معايا في التنظيف وانا انظف، ونكون كذا اخذنا من بعض فوائد وبس وسلامتكم. ونجي الآن لطريقة عمل القهوة التركية على أصولها. أول حاجة البن هذا عندي أنا فعلا موصي عليه من تركيا، من محل مهمة إفندي أو من محل محمد أفندي، مشهور المحل هذا في وسط اسطنبول. طبعا زي ما شايفين هو مخلص، حتى الحبايب اللي بيجوني بيطلبوني أعمل لهم القهوة التركية بتعجبهم الحمد لله من يدي. زي ما شايفين طبعا أول حاجة حنبدأ حنحط المقدار اللي إحنا محتاجينه. أنا عاملة هنا مقدار كوبين، يعني ححط ملعقتين قهوة، وححط بنفس الفنجان اللي راح اشرب فيه عفوا راح احط مقدار مرتين برضو ماء. طبعا راح احطه على النار وراح اقلبه. طبعا انا ما حطيت سكر، اللي يحب يحط سكر يحط، انا استغني عن السكر، احب اشرب القهوه ساده مره بدون سكر. ممكن اعوض جنبها احط قطعه شوكولاته او قطعه حلاوه، ولكني ما اشرب القهوه ابدا من السودا او التركي او اي نوع من انواع القهوه السوداء الاجنبيه، ما اشربها ابدا بسكر، استطعمها كذا مره. المهم نحطها وحننتظرها لما توصل درجة الغليان. اللي حاب يحط سكر طبعا يحط زي ما قلت لكم حسب الرغبة. أنا حريصة لازم توقفي لو تحتاجين القهوة لازم تكوني واقفة عندها، على أساس إنه أول ما تبدأ تظهر الرغوة اللي على اللي هي نسميها الوجه أو الوش أو الرغوة اللي بتكون فوق، لاحظوا بدأت تتكون الآن، لازم تكوني واقفة عشان لما تظهر الرغوة هذه ضروري إنك تشيليها وتحطيها في فنجان. في ناس يعني ياخذوا الركوه او الكنكه او اللي تسموها انتم على طول بيسكبوها في الفنجان، لا انا بحب اني اخذ الرغوه او اخذ الوش هذا واحطه في الفنجان اول. هذه هي الطريقه الصحيحه لعمل القهوه التركيه، هم الاتراك بيعملوها بالطريقه هذه بالضبط زي ما انا الان جالسه اوريكم.
الآن بدأت تغلي عندي وبدأ يظهر عندي الوجه أو الوش أو الطبقة اللي فوق زي ما قلت لكم. لازم تكوني واقفة عشانها هذه بسرعة بتفور وبتروح عليكي. شوفوا أنا محضرة فنجان أهو الوجه هذا حاخده أو الوش، شايفين هذا هو شلته عشان أبغى أخذ الوجه اللي فوق وأحطه في فنجاني، شايفين أهو حطيته في الفنجان. فأسفل الفنجان كذا حيظهر بعدين وحيعطيكي شكل مرة حلو. رجعت القهوة بعد ما أخذت الوجه زي ما تشايفين رجعتها. الآن التكنيك المهم هو حطيت في الفنجان زي ما تشايفين وحرجع أغلي القهوة. التكنيك المهم الآن في عمل القهوة التركية اللي بيعطيها الطعم اللذيذ المركز اللي بنلوقه عندهم في الكافيهات، إنك تغلي القهوة مرتين. الآن غلت عندي غلوة ورجعتها، هخليها كمان تغلي الغلية الثانية. مش أول ما تغلي على طول تصبيها بوجهها بكله، لا، شيلت الوجه بعدين غليتها غلوة أولى وهذه الغلوة الثانية. الآن طفيت النار بعد ما سبتها غلت مرتين. هذا الفنجان عندي أهو جاهز، راح أصب قهوتي فيه. جربوه بهذه الطريقة وشوفوا كيف يطلع طعم راكز ولذيذ. في ناس يحبوا يضيفوا إضافات ثانية، هيل وما أدري، لا لا لا، أنا أحب أشرب القهوة التركية على أصولها. هذه هي زي ما أنتم شايفين، شايفين الوجه كيف حلو وظاهر عليها زي الكريمة كذا، طبقة رغوة كذا كثيفة. بس والباقي عندي هنا في الركوة أو في الكنكة. طبعاً حطيت معاها كذا بسكوت شوكولاتة، وإن شاء الله ربي عجبكم الفيديو ولا تنسوا الدعم في أمان.